اهتز الشارع البسعدي على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب علاوة النمسا، وهو في الثلاثينات من عمره يعمل في سلك الدرك الوطني. جاء لقضاء أيام عطلة بمنزل والديه الكائن بعجبة الحمص بوسط مدينة بوسعدة. حزن وصدمة شديدين بادية على أوجه الحاضرين في العزاء، خصوصا عائلة الضحية التي طالبت بالقصاص وتوفير الأمن بحيهم الذي أضحى خطيرا جدا. نساء نهار الزوج تاعو قتلوه، ضربوه بسيف هنا، يجي يحط في رحمة ربي على الدار هنا يا الدبزة، عشا مغدور هو جايبين له جماعة وجايينه ضربوه لي بسيف. حق خويا يجي، أنا ما ندير والو، واللي دير ربي سبحانه، واللي في الأرض دير الدولة. بحسب شهود فإن المرحوم علاوة تعرض إلى طعنات بسلاح أبيض بعد أن قام بفض شجار بين شابين، ما أدى إلى قيام أحد المسبوقين بجلب مجموعة من الشباب والعراك معه وضربه بسلاح حاد جدا، عجل بوفاته قبل الوصول إلى مستشفى الشهيد رزيق البشير ببوسعدة. خدام في الدرك الوطني، ما حماة الوطن، غدروه بين أهله وبين ناسه. الأم تاعو راه المخلوق راح تهبل، راه تعبنا تهبل. احنا رجاله وقاوتو رانا باش مصدقين باللي خونا مات. ها جاوب السيوف، ها خويا، ها الحمد لله يا ربي، الحمد لله سلكت على خير. انا يا حنا يوقفوا نهار الاول ومن بعد يضربوا عليها انا حتى تنساك شكون، ما صار والو. هذه راه روح يا ربي، يا راه روح، الروح شكون اللي نحق الرب سبحانه. هاي الكل هنا رانا حايرين بالزير، بلادنا شقارهم ولاو تعلموا الحب والكاشيات. تم القبض على الجنات من قبل الشرطة في انتظار تحقيق معهم ومحاكمتهم، فيما تبقى ساحة شهداء وسط مدينة بوسعادة ترعب زائريها وحتى قاطنيها لتفشي الجريمة بها.